كان قلب نهى ينبض بفارغ الصبر. ها هي في كاليفورنيا، عالم بعيد عن ديارها. لم تكن هذه الرحلة مجرد فرصة للاستمتاع بأشعة الشمس وتجارب جديدة، بل كانت رحلة تحقيق حلم. ستلتقي نهى أخيراً بحنان ترك. لطالما كانت حنان مصدر إلهام لي، قوتها، رقتها، وتمسكها بدينها، كلها أمور لامستني بعمق. إن فرصة لقائها وجهاً لوجه بدت لي كأنها حلم. كنت متحمسة جداً لأختبر دفء حنان عن قرب. أخيراً حل اليوم المرتقب. وجدت نهى نفسها تقف على عتبة منزل حنان. أخذت نفساً عميقاً ودقت جرس الباب. فتح الباب، وها هي حنان ترك بابتسامة أشرقت كشمس كاليفورنيا. أهلاً وسهلاً نهى، قالت حنان بصوت مفعم بدفء صادق. دلفت نهى إلى الداخل وشعرت بموجة من السكينة تغمرها. كان منزل حنان مشرقاً ومليئاً بالهدوء، وكأنه انعكاس لشخصيتها. منذ لحظة دخولها منزل حنان شعرت نهى بالألفة والحب. كان كرم حنان أسطورياً مثل لطفها. لقد عاملت نهى كفرد من عائلتها وتأكدت من أنها تشعر بالراحة والاهتمام. تفضلي يا نهى، بيتك. أمضينا ساعات في الحديث وتبادل القصص والضحك معاً. كانت حنان تصغي باهتمام بالغ بينما تتحدث نهى وتقدم لها كلمات التشجيع والدعم. شعرت نهى بالأمان للتحدث بانفتاح ولمشاركة آمالها وأحلامها. كانت تلك بداية علاقة جميلة. أثناء حديثهما شاركت حنان بعض الخبرات من رحلتها الخاصة. تحدثت عن أهمية الإيمان والعائلة وعن ضرورة التزام الإنسان بمبادئه. لامست كلماتها قلب نهى بعمق. يا نهى، تذكري دائما قوة السلام الداخلي. اعثري على القوة في إيمانك واجعلي قيمك دائما في المقام الأول. أصغت نهى وهي تستوعب كل كلمة كأنها قطرات ثمينة من الحكمة. كانت نصائح حنان بمثابة نور هاد ينير طريق نهى. المشهد الخامس، ضحكات مشتركة وإيمان مشترك، فرحة العيد معا. تزامن وجود نهى مع حنان مع حلول عيد الفطر السعيد. حظيتك بفرصة رائعة للاحتفال بهذه المناسبة الخاصة مع حنان وعائلتها. لقد كانت تجربة مؤثرة حقاً. كان الجو مفعماً بالضحك ورائحة الطعام اللذيذة وروح الألفة. شعرت بامتنان عميق لأنني جزء من هذا الاحتفال المميز. ستظل هذه الذكرى عالقة في قلبي إلى الأبد. المشهد السادس، نسيج من الذكريات، لحظات عزيزة على قلب نهى. كل لحظة قضتها نهى مع حنان كانت بمثابة هدية. ذهبنا في نزهات مستمتعة بأشعة شمس كاليفورنيا. قمنا بالطهي معا وتبادلنا الوصفات والضحكات. تحدثنا عن الحياة والحب والسعي وراء السعادة. لقد عززت نهى هذه التجارب المشتركة. لقد تعلمت الكثير من حنان، ليس من خلال كلماتها فحسب، بل من خلال أفعالها أيضا. كان لطفها ونبلها وإيمانها الراسخ دروسا أحملها في قلبي. المشهد السابع، ما وراء الأضواء، جوهر التواصل الحقيقي. أدركت أن جمال حنان الحقيقي يتجاوز شهرتها. لقد كانت روحها الطاهرة وتعاطفها وإيمانها الثابت هي ما تشع حقا. لقد بنت حنان حياة مليئة بالحب والمعنى والهدف. تأثرت نهى بتواضع حنان وعفويتها. على الرغم من نجاحها، إلا أن حنان ظلت على بساطتها وقربها من الناس. لقد تجاوز التواصل بينهما عالم الشهرة والأضواء. لقد كانت رابطة صداقة حقيقية وقيم مشتركة. المشهد الثامن، قوة الأخوة، دعم متبادل للروح. في هذا المشهد نرى كيف يمكن للعلاقات الإنسانية أن تكون مصدراً للقوة والإلهام. مع اقتراب نهاية وقتنا معاً، شعرت بمزيج من الحزن والامتنان الهائل. كانت لحظاتنا مليئة بالضحك والدموع، وكل لحظة قضيناها معاً كانت ثمينة. لقد تعلمت الكثير من حنان، ليس عن الحياة فحسب، بل عن نفسي أيضاً. كانت حنان دائماً هناك لتقديم النصيحة والدعم، مما جعلني أرى الأمور من منظور جديد.
لقد منحتني حنان القوة لأدرك قوتي الداخلية ولأعيش حياة وفية لقيمي. بفضلها أصبحت أكثر ثقة بنفسي وأكثر قدرة على مواجهة التحديات. كان وداعهما مليئاً بالعناق الحار والوعود بالبقاء على اتصال. كانت تلك اللحظة تعبيراً عن عمق العلاقة التي بنوها معاً. غادرت نهى كاليفورنيا وهي تشعر بالإلهام والتمكين. كانت تلك الرحلة نقطة التحول في حياتها، حيث اكتسبت رؤية جديدة وأهدافاً جديدة. لقد حملت معها حكمة حنان ودفئها، مدركة أنها قد كسبت صديقة ومرشدة مدى الحياة. كانت تلك الذكريات واللحظات التي قضتها مع حنان مصدر إلهام لها في كل خطوة تخطوها. المشهد التاسع، رحلة النمو، مستوحاة من مثال حنان. في هذا المشهد نرى كيف يمكن أن يكون تأثير شخص واحد عميقاً وملهماً. عند عودتي إلى دياري حملت تلك التجربة الاستثنائية في قلبي. كانت تلك اللحظات التي قضيتها مع حنان مليئة بالدروس والعبر. لقد تجاوز تأثير حنان الوقت الذي قضيناه معه. كانت كلماتها وأفعالها تترك بصمة دائمة في حياتي. وجدت نفسي أواجه التحديات بقوة ورقة جديدتين. أصبحت نهى تدرك أهمية إيمانها وتعزز علاقاتها، وتسعى وراء أحلامها بشغف لا ينضب، مستوحاة من حنان. لقد أشعلت حنان شرارة في داخلها، رغبة في عيش حياة ذات هدف ومعنى. لقد تشكلت رحلة النمو نهى بشكل عميق بفضل لقائهما. المشهد العاشر، رابطة دائمة، امتنان وإعجاب. في هذا المشهد نرى كيف يمكن للعلاقات الإنسانية أن تترك أثراً عميقاً في حياتنا. بالنظر إلى الماضي أدرك أن لقائي مع حنان ترك كان أكثر من مجرد حلم تحقق. لقد كانت لحظة مليئة بالأمل والتغيير. لقد كانت تجربة غيرت حياتي. لم أكن أتوقع أن يكون لها هذا التأثير الكبير على نفسي وروحي. لقد ترك دفء حنان وحكمتها وإيمانها الراسخ بصمة لا تمحى في روحي. كانت دائما هناك لتقديم النصيحة والدعم. ستظل نهى تكن الامتنان الأبدي للوقت الذي قضته مع حنان. تلك اللحظات كانت مليئة بالضحك والفرح، للضحكات، للحظات المشتركة. كانت تلك الأوقات هي التي جعلت العلاقة بينهما قوية وغير قابلة للانكسار، وللرابطة غير القابلة للانكسار التي توطدت بينهما. كانت تلك الرابطة هي التي أعطت حياتها معنى جديداً. سيظل تأثير حنان يهديها ويذكرها بأن تدرك قوتها، وأن تعيش حياة هادفة، وأن تطلق العنان لنورها دائما. كانت حنان دائما تذكرها بأن تكون قوية وأن تسعى